كاتالدي و في فيسينيو وكذلك زكانيا وفيليبي أندرسون وإيموبولي. هذه تشكيلة الفريق القادم من العاصمة الإيطالية روما، والذي يعول أن يكون موسما ناجحا يذكر بسنوات التسعينيات وما قدم ذلك الفريق الرائع جدا في تلك الأيام. سبقهم بشكل كبير في النظرة الاقتصادية، لكن ستبقى المرحلة اللي حدثت في عام 92 هي مرحلة مهمة جدا في تاريخ هذا النادي. مرور جميل، كرة أمام المرمى، لجالة رودريغيز بيسدد الكرة إلى خارج الملعب. ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي لاتسيو. هذا السويسري اللي خطفها من أندرسون. شوف الضغط العالي اللي نتكلم عنه، تخيل المساك الأيسر، لأن تورينو يلعب بثلاث مدافعين، المساك الأيسر، لكن هذه كرة مرتدة قد يفعلها لاتسيو. إيموبولي الهداف، الله. كاتالدي في منتصف الملعب، لاعب الكرواتي أيضا يشارك. كرة إيموبولي، الله. مو معقول اللقطة الماضية أنها تضيع من إيموبولي الهداف وصلته. بدأ يتحرر لاتسيو الآن في الشوط الثاني، بدأت الطموحات تظهر. كرة الأحمر القرمزي، رجعت فاول وصافرة نهاية المباراة. أيها الأحبة الكرام، تنتهي المباراة بين تورينو ولاتسيو معلنة عن تعادل الفريقين بدون أهداف. انتهت المباراة في هذه اللحظات، تورينو ولاتسيو. احتجاج كبير من لاعبي لاتسيو على اعتبار انهم يطالبون بالكرة المرتدة الماضية، ولكنها انتهت فعلا. اذا التعادل السلبي الاول يحدث في هذه المباراة. سافيتش وهو على دكة البدلاء يتلقى البطاقة الصفراء. سافيتش وشقيقة، ابوك وامك ما فيهم لا زعلان ولا راضي.